اجلس هذيك الرجل وهي تنفخ 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 حتى ولات قداش واعر مولي كيداوي تيداوي تيداوي الرجل مره تسد مره تحل مره تسد مره تحل ودوس حاشاك بالقيح. فتحوا لي الرجل جاو يقلبوا لقاو فيها ميكروب وداك الميكروب اوعر ميكروب في العالم ما كاين والو ما كنشوف حتى حاجه شي انا ما كنشوفكش كنشوف الظلمه 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 وليدي طاري حد الفراش اللي طاري حد الفراش وما كنشوفش يا ولادي ليلى يدي ليهم نظره وليلى ليلى يجيب ليهم مرض. السلام ورحمه الله وبركاته. سمك الله. انا سميتني زبيده. اسيدي الوليدي انا المشكل اللي عندي كنسمع لي وليدي ما بيا كنت خدامه وليدي بواحد الطابله قالت لك نبيع فاجري لي قسم الله وليدي ضرتني رجليا جيت وليدي في الليل ضرتني الغد مشيت كان بالخميس هذيك النهار الغد بالجمعه مشيت جالسه وليدي في الطابله يلاه جلس هذيك الرجل وهي تنفخ نفخت 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 ولات قداش واعر مولاي ملي ولات واعر مولاي ولات الزرقية لي في رجلي من الفوق نحتو لي وليدي واحد الطبيب مشيت عندو بلا ما نقول سميتو المهم مشيت عندو دوز لي عطاني واحد الدواء عطاني خبلة ديال الدواء وليد شريت هداك الدواء وهداك الدواء اللي عطاني ها ديال المصران وديال المعدة ماشي ديال الميكروب ولا شي حاجة لا بقيت وليدي كنعاني اش غندير اش غندير اش غندير كنعاني كنشرب هداك الدواء ما قاد عليا والو. المهم واحد النهار جات جارتي عديها هي حدايا قالت لي يا زبيدة قلت ليها نعم قالت لي هادشي راه كترفك قالت لي نوضي نديك واحد الطبيب راه مزيان راه هادشي ديال العظم قلت ليها هي الاولى مشيت وليدي مشيت هداك الطبيب ديال العظم طلعنا عند وليدي جلسنا وشاف الحالة ديالي ندير ليا الراديو وليدي استقبلنا دير ليا وليدي دوز ليا دير ليا الراديو لقى عندي ميكرو في الرجل نقعد وليدي داك الميكروب قال ليا هاد الميكروب انا غنعطيك الدواء وان شاء الله باذن الله ولكن راه خاصك واحد ليباري كيعملوا 3600 البره هما صغار قد هكا اوليدي كيعملوا 3600 الوحده قلت له انا ملي غنجيبهم ولا هادي ولا مهم ما علينا جيت وليدي ايوا ملي جيت هداك الدواء قلبوا لي عليه عطاني مسكين الله يكثر خيره ويسهل امره عطاني الدواء ومن عطاني الدواء وليدي جيت كنشرب هداك الدواء المهم هداك الدواء حبس ليا هداك الميكروب حبسو ليا لتحت الرجل ما خلاهش يدي عليا في الرجل نجمع بلاصه وحده والحمد لله ني جيت هداك الدواء نشرب وكيعالجو لي رجلي كنخلصو وانا نمشي عند واحد النهار نقول لسعادة الطبيب قال لي نعم قلت لسعادة الطبيب انا راه ما عنديش منين نخلص لك سعادة الطبيب هادشي كله راه ما عنديش سعادة الطبيب مني غيجيوني في وسط طاكسي ونخلص نهار امن الله والله ما عندي سعادة الطبيب ومسكين بقى كيشوف ويشوف حالتي ويقول هداك اللي معاه هداك المساعد ديالو اللي معاه قال لي هانتا دخل معاها ودير لي هاد الدواء وما تخلصوش مع هاد السيده نهار لا ونهار اجي والله يكثر خيره كيداوي تيداوي تيداوي الرجل مره تسد مره تحل مره تسد مره تحل ودوس حاشاك بالقيح وهاك القيح وحصرها لي ودوس في هاداك القيح ايوا وليدي ملي كدوز وليدي داك بالقيح يا وليدي وانا نشوف تنعيا شفت تنعيا شفت تنعيا اش غندير امويتي اش غندير امويتي اختي عيطت عليا من الفاس قالت لي اختي ما دراكي دايره كي بقيتي قلت اختك يا رجل راه باقا ودورت نشرب فيه
سبحان الله عز وجل. قالت يا اختي تقريبا نمشي في المشاكل هذه. هادو دابا 3 سنين. 3 سنين اه 3 سنين دابا. قلت لك اوليدي قلت لك يعني قبل 3 سنين يعني ما كانوش عندك شي مشاكل بحال هكا صحيه في الرجال؟ لا كنت لاباس عليا الضو ما كنتش كنشربو، كان فيا السكر هو اللي كان فيا اصلا ايه، ولكن ما كان فيه حتى حاجه وتقول حتى حاجه. قلت لك اوليدي هذيك عيطت عليا اختي قالت لي ضروري تجي. مشيت عند الفاس شافت الرجل مقيحه وداك الشيء، عيطت لواحد السيد الله يكثر خيره تتعرفوا، قال لي جيبيها ليا داوني السبيطار وقفوا معايا الله يكثر خيره. فتحوا لي الرجل جاو يقلبوا لقاو فيها ميكروب، وداك الميكروب اوعر ميكروب في العالم، اوعر ميكروب تخلي لي داك الرجل. المهم جيت للدار عطوني شي دواء، جيت للدار قالوا لها شوفي الا عيطنا لك جيبيها وجي. حنايا الغد عيطوا ليها قالوا لها دابا تجيبيها. لبستني ولدي حوايجاتي شد الطاكسي مسكينة مشات جابت وحدة الباب ركبوني داوني عادوني شي شويه وما داروا لي العمليه. داك الطبيب الله يكثر خيره دق لي البنش قال لي انا غندق لك اموتي البنش ما تخافيش. قلت لي لا ولدي كمان كنقرا في القران كنت طاع الله سبحانه وتعالى يقوم معايا الحمد لله وربي كبير الحمد لله. كيقول لي انا كندق لك في البنش كنقول له وليدي ما حسيت والو دق البنش دق لي مسكين البنش دق لي دواء الحريق داك الدكتور وانا بغيت ربي يستر الدكتور حمزه انا بغيت ربي يسترو وحفظه وعطيه صحيحته ومتمنى في خاطره. دق لي وليدي داك البنش وما يفتحوا لي قال لي شوف انا غندير لك الفتيح بدي يفتحوا. قلت لي وليدي ما حسيت والو كنقرا في داك القران وتندعي الله عز وجل. قال لي انت مره مؤمنه. قلت لي الحمد لله وليدي انا ملي كتعدي 7 سنين وانا تنصلي وداخله القران. قلت لي هو تيفتح لي وتيهضر معايا. قلت لي كان عندي 7 سنين وبا مدخلنا القران والحمد لله كنصلي وكنعبد الله عز وجل وربما يدير في الخير. فتحوا لي دارت العمليه على خير والحمد لله. من دارت العمليه على خير خرجوني ديك الساعه عطوني لي زانتيبيوتيك. اختي مسكينة انا بغيت ربي يسترها. سيري خديجة انا بغيت ربي يسترك اميتي، بغيت ربي يعفو عليك ويسترك وحفظك من افات الدنيا والاخرة. عاودي مشاكلك خليك. المهم اي راه هي هادي جابوا لي الدواء كل شيء كيدقوا لي البراوات كل براوات داروا مني الصين ولقيناهم لقيناهم وسيدي مني لقيناهم تما مساكن يدقوا لي البراوات الله يكثر خيرهم يلا 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 والدويان وكل شيء والسيرومات والحمد لله. وجمعت لي دابا الرجل مابقاش لي الحمد لله وجمعت لي دابا الرجل دابا جمعت واخا هكاك باقا مكروز عليا مكروز عليا بحال كل الحمد لله وشكر الله. ملي جيت هنا للدار بخير وعلى خير وبدا الشوف كينقص ليا وبدا داك الحر كيجيني هنا حاشاك في البطن ديالي وحاشاك في المخرج ديالي داك الحر الحر وكنوض فوق المائدة وكندير عرفتي حشك حشط ربط رجلك ملي كنبغي غير نبول حشك داك الحريقة 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 حشك وكنبقى نتعصر بشوية حتى ديك البولة كدوز. أو أمي شاشي شنو هو أمي شاشي شنو هو. تا واحد النهار قلت لي موالو ديوني دوزو ليا تشرا بزاف مشاو وليدي دوزو ليا قالوا لي خصك ديري تحاليل. درنا وليدي التحاليل شحال ديال التحاليل درنا وشحال ديال لي ريم وشحال ديال داك التلفازات والراديوات ويوا هكا. المهم ما علينا وليدي بقينا هي هذيك دابا لحد الان راه باقيين دابا كندوزو. دابا قول لي امي امشي دابا الشوف ديالك كيفاش داير؟ ما كاين والو ما كنشوف حتى حاجه شي انا ما كنشوفكش كنشوف الظلمه 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 الظلمة وليدي. تبدلات حياتك من بعد المرض؟ اييه تبدلات حياتي وما تبارك الله راه كنت كي دايره ما نقولش كنت 130 كيلو كنت كنوزن وكنت صحيحة وكنت بخير كنت ما نقولش لك حتى مول الخير الحمد لله كنت بخير والحمد لله وكنت لاباس علينا اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر. ودابا وليدي تعطبنا تعطبنا وليدي ما لقينا ما نديرو وليدي تعيطنا عليكم وليدي المرض صعيبة ما نمشي هي بزاف
بزاف كتعاشري معاه، كتعاشري مع المرض ديالك وليدي، تعاشرتي معاه راكي تعاشر معاك، عبدتي الله وشكرتيه ربي راه تيدير لك مخرج عنده. الحمد لله كنشوفوك واخا مريضه يعني هازه شحال من مرض وعيانه ومازال الحمد لله وابتسامه في وجهك. الحمد لله الحمد لله هادشي مقسمو ليا الله عز وجل، وانا حمدته، انا عبدت تحت من سيدي، اياه انا عبدت تحت من سيدي والحمد لله. كنصلي تنصلي وتنطلب الله وكندير يديا كنقول يا ربي دير لي مخرج عندك، مخرج الخير ربي، يا ربي عمر ابوابك مسيتي علينا. حيت بعض الانسان كيقول ربي علاش سديتي ليا هاد الباب، علاش ضد ربي؟ لا هذاك غلط، ان الله يرى، ان الله حي لا حي لا يموت، ربي كيجيب على اللي فيها الخير. وانا فرحانه بالنعمه اللي عطاني الله عز وجل، انا فرحانه بزاف الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد لله. قول لي دابا كيفاش كديري مع المصاريف ديال الدوايات والتنقل والعمليات؟ ولا وليدي على جا عندي شي واحد كنطلبو، تنطلبو وليدي تنطلب. عندي واحد خويتي الله يكثر خيرها مسكينه تقهرات ما خدامش مزيان، وشويه مسكينه تشري داك الدواء بعد خطرات مسكينه وهزاني بشويه ليكوش، ما نكذبوش نقولو اللي كاين، مسكينه تشري بشويه ليكوش كتصيفطهم لي الله يكثر خيرها والدواء. ولا حد دير ما كنقدرش نقول ليها، ما كنقدرش انا نقول اختي في التليفون، عرفتي علاش؟ كنت راس وليت رجلين، كنت لاباس عليا، كان عندي رزقي وكنت بخير، رزقي كله ضيعته في دوايات، ضيعته في الاطباء، ضيعته في الدواء، ضيعته في الطاكسيات، كل شيء مشى وحمد الله وشكرته. الحمد لله. الرساله ديالك اليوم للمحسنين؟ الرساله ديالي للمحسنين كنقول لهم الله يجعل ربي مي كنطلب من عندهم الله يجزيهم بخير، ولهلا يدي لهم درا، ولهلا يجيب لهم مرضى بحالي انا اللي طاري هاد الفراش، اللي طاري هاد الفراش وما كنشوفش ويلاتي، لهلا يدي لهم نضره، ولهلا يجيب لهم مرضى، وانا كنطلبهم يعاونوني والله يكثر خيرهم ويزيد في مدادهم، الله يصوب ليهم. واللي عدتي واحد مريض وطارح الفيروس الله يجازيه والله ينوطو على خير، وبغينا ضرارهم وضرارنا، امشي للبحر والويدان والخلاوي تلاح يا رب العالمين.